تقرير دائرة المحاسبات يوجه الاتهام لثلاثة من الناس، يقول واحد منهم وتقول أنت تستند إلى تقرير دائرة المحاسبات وتقول من خلال تقرير دائرة المحاسبات ما يكون كان موسى مرزوق. يعني شنو معناها التدليس والتزوير بالنسبة للوثائق الرسمية؟ هذه وثيقة رسمية تقرير دائرة المحاسبات. وثيقة رسمية مش مظهر عليها كشيء، هذه صادرة على هيئة رسمية قانونية أو دستورية أو مش عارف على المستوى الدستوري، ولكن مؤسسات بالطبع. فأنت تقول تستند إلى التقرير وتقول عكس ما جاء به التقرير. هذه ليست حرية رأي حسب رأيي، وليست حرية تعبير. خاطر عندما يتعلق الأمر ب 27 مرشح ويكون عنوان المقال نتاعك موسى مرزوقي سوري لا بيرسون كي، علاش مش باش يقصد سوري لا بيرسون كي؟ علاش مش آخر من 26 الآخرين سوري لا بيرسون كي؟ العملية بالنسبة لي بالنسبة لينا نعتبر أن في أن فيها تزوير لوثيقة رسمية. راهو طلع نحكي وحنا على الكونديسيونيل، راهو الكونديسيونيل الفرنسيس ما طيشوش في الصحراء كي قالوا يجري هكا تو اللي يعرضك يتبناك، لا. ثم قواعد في اللغة الفرنسية لاستعمال الكونديسيونيل. ثم أصلا ما ضر صحفيا يبحث بالفعل عن الحقيقة وبإمكانه استعمال حريته في التعبير كما يشاء من أن يرفع سماعة الهاتف ويتأكد، على الأقل يأخذ رأي. اللي يوجه لي السؤال يقول لي أنت متهم بكذا، نقول له لا، فين متهم؟ يقول لي في تقرير دائرة المحاسبات، نقول له لا، تقرير دائرة المحاسبات ما فيش الكلام اللي تقول فيه أنت. تقول لي ما هي جدوى التتبعات؟ يعني تو معني كثير من الأخيان يقولوا شاكين بالناس كلهم أنتم. راهو التقاضي دليل تحضر. تقاضي دليل تحضر، يعني انت اسات لي ما نمشيش ناخذ حقي بيدي نولي انا نسب وانت تسب ولا انا ولا نجي نضربك، لا، انا ارفع الامر الى السلطه القضائيه التي تمد في الموضوع في الاجال التي تتلائم مع نسق عملها. بامكان هيكل الدوله ان تتسبب موسى مرزوقي يعني الاموال الوحيده اللي تدخل الى حسابي منذ فتح الحساب هي الاموال المتاتيه من خزينه الدوله كاجر كموظف، سواء كان في وزاره التعليم العالي والصحه وفي رئاسه الجمهوريه، وبالتالي هذه الامور يمكن التثبت منها ببساطه وبسهوله وباقل تكاليف. اما ان يعمد البعض الى مخالفه التقرير الرسمي وياتي باشياء من بنات الافكار ونصبح نتعامل مع هذه الاشاعات وهذه الهلوسات وكانها تهم يجب ان نبررها، ليس هذا عملنا. نحن نتبنى جميع الملاحظات التي توجه بها تقرير دائرة المحاسبات للمشرع من اجل تداركها في مناسبات انتخابيه. تقرير دائرة المحاسبات تحدث على 850 دينار محمد خليل موسى مرزوقي و 1.150 دينار، يعني 1,150,000 دينار بالنسبه لورشه باجي قايد السبسي. وحجم الانفاق بهذا الحجم يظهر لنا احنا ممكن حاجه كبيره، مثلا ما نعرفش حتى ممكن يكتبهم قداش من صفر هذوما، لكن راهو بالنسبه للحمله الانتخابيه ماهيش حاجه كبيره، بالاضافه الى انه تحت السقف القانوني.